حكوا عنا قصص قالوا وأساطير، معروف هو بحفظ الأسرار، واللي يريد يعرف شكوا بالبير لا يروح ويجي، خلي يبقى بالدار بير وحزازير مع مروى المظفر. مساء الخير، مساء الورد، مساء المحبة لكل أحبتنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بير وحزازير. لكل المتابعين الجدد، ففكرة بير وحزازير أنه أكو شيء بداخل هذا البير. هذا الشيء المفروض أنتوا تعرفوه من خلال عدة وسائل مساعدة. أولها هي الكلمات اللي راح أذكرها بعد قليل. هاي الكلمات تخليكم لو حللتوا كل كلمة وكل سطر وكل جملة، لو حللتوها بشكل صحيح راح تعرفون شنو اللي بداخل البير. وأيضا من وسائل المساعدة الأخرى أنه تسألوني سؤالين أجاوبكم بنعم أو لا، يعني شنو هذا الشيء مثلا، بحديد، بخشب، يعني عدة أسئلة معينة تسألوها أنا أجاوبكم بنعم أو لا. الفائز ويانا راح يربح بجائزة مالية مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية. أما في حالة لا سامح الله ما حليت اللغز، مستحيل تخلص الحلقة بدون فائز. كل متصل اتصل بينا أثناء الحلقة أو اللي انقطع الاتصال وياه قبل لا يطلع على الهواء فرح يكون ويانا بالقرعة. القرعة ستجرى نهاية الحلقة ورح يكون ويانا فائز أيضا بجائزة مالية مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية في حالة أنه ما جاوبته على الحزورة. أكو شيء هسا خليناه بالبير، خلت المعدة إسراء. إسراء هي الوحيدة اللي تعرف شنو اللي بداخل البير، لا أني ولا المخرج ولا الكادر كله يعرف شنو اللي بداخل البير. هم أنا دي يفكرون ودي يحزرونه. هذا الحزورة، هذه الحزورة باقي وأنا كانت الأسبوع الماضي آخر ربع ساعة من البرنامج. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أني كاشف المستور، أعرف شي يصير وأدري. أول شيء أريد أعتذر من عندكم على صوتي شوية لأنه تعرفون تغيير الجو وشوية مريضة، فأعتذر على الصوت. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أني كاشف المستور وأعرف شي يصير وأدري. المفروض تعرفون من خلال هذه الكلمات، المفروض تعرفون شنو اللي بداخل البير. تحياتي للجميع، أيضا ألف تحية لكل متابعينا على صفحتنا بقناة الفلوجة الفضائية، تحياتنا لهم. كل اللي دا يتابعنا ويحاول يتصل بينا قبل لا يتصل خلي يفكر وخلي لا يستعجل ويسأل سؤالين، يسأل سؤالين قبل لا يقول الإجابة، ويركز أيضا على التعليقات بصفحة قناة الفلوجة الفضائية على الفيسبوك، ممكن أنه تساعدكم هواية التعليقات. أنتظر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا الموجودة أسفل الشاشة. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أني كاشف المستور، أعرف شي يصير وأدري. أشوف التعليقات. تحياتي لكم يا يوسف كريم، هلو مروة منورة الشاشة، متابع البرنامج والله كل حلقاته، والحسين بدون ما تحلف يا يوسف تحياتنا إليك. صالح العراقي تحياتنا إليك. عبد الهادي العراقي نورتي، شكرا. يوسف كريم منورة الشاشة، والله أحلى برنامج، مرسي يا يوسف. نايف زنقنا، مرحبا ست مروة شلونك، أنا بخير، تحياتنا إليك يا نايف. خالد ستار نورتي الغالية ست مروة، شكرا جزيلا يا خالد، تحياتنا لك يا وردة. ويانا سعيد من الموصل، أهلا يا سعيد. شلونك ست مروة؟ أهلا وسهلا بك يا سعيد، مساء الورد. تحياتي للكادر. شكرا جزيلا. نعم. أي سعيد فكرت؟ نعم السؤال غير. فكرت شنو اللي بداخل البير؟ ايه نعم فكرت. طيب شنو اللي بداخل البير؟ انا اقول انه هذا كاشف من انواع الجوية. شلون؟ جهاز كاشف من انواع الجوية. طيب خلي نسأل البير. شكرا. لا ما موجود. لا ما موجود، حظ موفق يا سعيد، تحياتنا لك يا وردة. تحياتي للجميع، أريدكم تفكرون وقبل لا تذكرون الإجابة حاولوا تسألوني السؤالين، تمام؟ حاولوا تسألوني السؤالين اللي هي المساعدة اللي عندكم، وسائل المساعدة اللي عندكم. داعيك مخبر سري
شطور بالتحري آني كاشف المستور أعرف شي صير وأدري. ركزوا على الكلام، حللوا كل كلمة وكل جملة. داعيك مخبر سري، شطور بالتحري آني كاشف المستور وأعرف شي صير وأدري. تحياتي لجميع التعليقات أيضا على الفيسبوك. خالد ستار نورتي الغالية مروة شكرا. أميرة في ظل زوجي مروة حبيبتي منورة شكرا جزيلا يا أميرة. محمود جاسم المحمود شكرا جزيلا، تحياتنا إليك. عبد الهادي العراقي مساء الورد. مهند العراقي مساء الورد إعلاميتنا الجميلة والراقية. مراوي منورة البرنامج. كل كادر بير وحزازير مساءكم جميل كجمالكم، وسلاما على ديار الذكريات التي ما ملأت قلوبنا إلا حبا ببعادها وبعثت فينا روح الحياة بشوق المسافات إلى آخره. يا مهند تحياتنا لك يا مهند. يا يعني اتصال ياسر. أهلا يا ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك ياسر. ست مروة إن شاء الله بحديد. إسراء هذا الشيء موجود بحديد؟ نعم. يشتغل على الكهرباء ولا ما يشتغل؟ شلون؟ يشتغل على الكهرباء ولا ما يشتغل؟ يشتغل على الكهرباء؟ لا لا. إن شاء الله الجواب السكينة. السكين. طيب ياسر من دياله يقول السكين. خلي نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا لك يا ياسر وتحياتنا لكل أهلنا بدياله. ويانا سيف من الأنبار. أهلا يا سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك ست مروة؟ أهلا يا سيف. بس ممكن توضحينا شوية شنو السؤال؟ طيب أكو شيء بداخل البير المفروض أنت تعرف شنو هو من خلال الكلام اللي راح أذكره. داعيك مخبر سري، داعيك مخبر سري شطور بالتحري آني كاشف المستور وأعرف شي صير وأدري. شنو هذا؟ شنو المصنوع؟ ممكن أعرف من خشب، بلاستيك، خشب بيم؟ طيب بلاستيك؟ لا. الاتصال اللي قبلك ذكرنا أنه بحديد هو خشب ما بي وبلاستيك ما بي. سجلوا هذا الشيء اللي موجود عندكم مشاهدينا. هسه خشب ماكو وبلاستيك ماكو بس بيه حديد. رام مال الموبايل ست. الرام؟ نعم. طيب نسأل البير. سيف من الأنبار يقول الرام مال الموبايل بداخل البير. انت شو تقول يا بير؟ لا ما موجود. لا ما موجود. تحياتنا لك يا سيف وتحياتنا لكل أهلنا بالأنبار. نقرأ بعض التعليقات. هشام برنس منورة شكرا. خالد ستار هاي الحزورة الثانية وبعدني ما مخلي رصيد. لا هي نفسها مو الثانية نفسها. مهند العراقي الجواب كذا. أميرة في ظل زوجي علاوي سلاوي رحومة يموتون عليك ربي يحفظهم يا رب. أم رسل من الديالة أهلا يا أم رسل. من الديوانية عفوا. اهلا يا ام رسل. السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتنا لك ولكل اهلنا بالديوانيه. الله يخليك حبيبتي. اي ورده اجاوب؟ طبعا. والله يعني اقول شو يعني البيت يقول فانوس. الفانوس منو دا يقول الفانوس؟ والله كل البيت يعني. كل البيت اجتمعوا على انه الفانوس. طيب خلينا نسال البير. ايه يا بير انت شو تقول؟ لا ما موجود. تحياتنا يا ام رسل وتحياتنا اكيد لكل عائلتك اللي يشاهدونا. عبد الله اقول لك ست مروة في سؤال، الاسئله ممكن تسالوها على الاتصال. سيف سعد اسماعيل ابراهيم تحياتي لكم منوره ست مروة شكرا. ياسر العراقي منوره شكرا. ايضا مهند العراقي الجواب كذا. بكر العباسي السلام عليكم ست مروة، انا اعرف الجواب بس ما عندي رصيد. تحياتي لحضرتك. تحياتنا يا بكر. ندى اهلا يا ندى. تحياتنا كل اهلنا ببغداد. مساء الورد. شلون ست مروة؟ هلا نداوي حبيبتي. هذا شيء بارقام؟ بارقام يا اسراء؟ لا ما جي على بالي قارئ الباركود. طيب
اعطيني اجابه حتى اسال البير. هو قارئ الباركود. طيب اي يا بير؟ لا ما موجود. لو نعطيك إجابة ثانية لأنه ذكرت إسراء أنه يعني ما بي أرقام. تحياتي لك يا نداوي. أبو مصطفى العباسي نورتي وردة شكرا. عفوا. نسائم الإيمان منورة ربي حفظك شكرا. أميرة تحياتي لكم جميعا. عبد الله محمد أقول لك ست مروة. ها شنو أقول لك ست مروة؟ تحياتنا يا عبد الله. خالد الجميلي منور استمر والله يحفظك. تحياتي إليش والكادر. أميرة في ظل زوجي ربي يحفظكم شكرا. بكر العباسي السلام عليكم استمر وتحياتنا إليك يا بكر. شاكر المصلاوي مساء الخير استمر والحل هو كذا. أميرة منورة بعد عمري شكرا. شاكر الجبوري نورتي شكرا. بكر العباسي الجواب كذا. مصطفى حسين الجواب كذا. جنة الرضوان الجواب كذا. سيف سعد منورة استمر وبيبي تحبك وسلم عليك هواي. سيف سعد تحياتنا لك وتحياتنا أكيد لست الكل طبعا. تحياتنا إلها ربي يحفظها يا رب ويخليها إلكم. مهند العراقي الجواب كذا. عبد الله محمد استمر وشنو الجواب؟ ما أعرفش يعني أنا ما أعرف الجواب شنو. بس إسراء هي تعرف. كل كادر بيرو حزازير ما يعرفون شنو الجواب. حسن من الديالة أهلا يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي الحجورة معكم دي يعني موجودة بالمطبخ؟ موجودة بالمطبخ يا إسراء؟ لا. زين بي أحجام؟ أحجام؟ بها أحجام مختلفة إسراء؟ ممكن بس قليل. نقدر نقول المراية؟ المراية. حسن من ديالة يقول المراية. لا ما موجود. اليوم أنا صوتي صاير مثل صوت أبو البير. أحس إيش صوتي. ويانا أحمد. أهلا يا أحمد. أحب أشارك إذا مو زحمة. اهلا وسهلا بيك وبكل اهلنا بالسليمانيه. ايه احمد الله احمد خليل وياك. يا اهلا وسهلا. ست ممكن هو تعيدي لي السؤال ولا زحمه؟ طيب اكو شيء بداخل البير. هذا الشيء مو خشب ولا بلاستيك بس بيه حديد. ما بيه ارقام تمام. المفروض هاي الكلمات تخليك تعرف شنو اللي بداخل البير او تساعدك. داعيك مخبر سري شطور بالتحري. أني كاشف المستور أعرف شي يصير وأدري. أنا أقول جهاز التنصت. جهاز صغير تنصت. جهاز التنصت. أحمد يعني هم أنا وجهة نظر يقول جهاز التنصت. لا ما موجود. أيضا الإجابة خاطئة. تحياتنا لك يا أحمد. نرجع للتعليقات. منى حاتم أنا أقول بالبير هي شنو مروة أو صورتها. وتحياتي إليك والإسراء. أني أو صورتي. تحياتنا إليك يا منى. لا طبعا. أميرة منورة ست مروة شكرا. ماجد العراقي شلون شنو أخبارك شنو علومك هاني زينة. تحياتنا يا ماجد. جنة الرضوان الجواب كذا. اوكي ايضا اتصال من السليمانيه مظهر. اهلا يا مظهر. السلام عليكم ست مروه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست مروه هذا الشيء بباقه؟ بباقه؟ اي يعني بلاستيك باقه. بلاستيك ما بيه. باقه شنو؟ بلاستيك ماكو. الريمون مال الستلايت. الريموت. طيب ما الستلايت. نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا إليك يا مظهر. نرجع للتعليقات. رنا عباس مساء الورد قلبي من راوي نورتي يا وردة وحمد الله على سلامتك شكرا. رنوش ماجد العراقي تحياتنا. أنين الصمت نورتي استمروة.
شاكر الجبوري أحسن صوت صوت البير، تحياتنا لك يا شاكر. عبد الله محمد أنا أقول الجواب كذا، تحياتي للجميع. أكو شيء بداخل البير المفروض تعرفون شنو هو، لا تستعجلون وحاولوا قدر الإمكان تسألوني السؤالين. عندكم وسائل مساعدة اللي هي سؤالين تسألوني: داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أني كاشف المستور أعرف شي صير وأدري. ويانا سعد من كركوك، أهلا يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شت مروة شوني؟ أهلا وسهلا بيك سعد. بتعيدي السؤال؟ هستوي عدت. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أني كاشف المستور أعرف شي صير وأدري، شنو اللي بداخل البير؟ موبايل. تمام، نسأل البير. سعد من كركوك يقول الموبايل. لا ما موجود. تحياتنا لك يا سعد، تحياتنا لكل أهلنا بعراقنا المصغر كركوك. شاكر الجبوري تحياتنا لك. انتظر تعليقاتكم أيضا مشاهدينا الأحبة واتصالاتكم على أرقام هواتفنا أسفل الشاشة. اللي يحل اللغز أكيد راح يربح ويانا جائزة مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية، وما راح تكون هنا قرعة. لكن أها إسراء دتنوه إنه مو إلكتروني الشيء اللي بداخل البير، مو إلكتروني حتى تركولي أجهزة الموبايل وإلى آخره. هذا الشيء اللي داخل البير مو إلكتروني، بي حديد، مو خشب ولا بلاستيك، مو خشب ولا بلاستيك، ما بي أرقام. تمام، ركزوا شوية. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أنا كاشف المستور أعرف شي يصير وأدري. إذا ما جاوبتوا على هذه الحزورة راح تكون هناك قرعة بنهاية البرنامج حتى يكون ويانا فائز بحلقة اليوم. أما إذا جاوبتوا فماكو داعي بعد للقرعة. تحياتنا للجميع، أرقام هواتفنا أسفل الشاشة. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أنا كاشف المستور وأعرف شي يصير وأدري. حمود الزبيدي عيوني ردوا علي، ردوا علي، ردوا علي، ده يتصل. عبد الله محمد تحياتنا. أبو التين الجواب كذا، مهند العراقي الجواب كذا، خالد ستار مروه موجود بالمطبخ. يمكن قلنا لا ما موجود، مو صحيح إسراء، ذكرنا هاي المعلومة، أي ذكرنا هاي المعلومة إنه هو ما موجود بالمطبخ. سجلوا المعلومات هذه، إنه هو ما بي بلاستيك ولا بي خشب ولا يستخدم بالمطبخ ولا بي أرقام، لكن بي حديد ومو إلكتروني. عدنان من كركوك، أهلا يا عدنان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مروة؟ أهلا وسهلا بك يا عدنان. والله أقول أنا هذا الجواب إن شاء الله نقول القلم السحري. القلم؟ قلم السحري. القلم السحري، هذا قلم سحري قديم بحري. يعني هذا اللي يكتب على ال 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 اوكي اشرح لنا القلم السحري. اكو هوايه ما يعرفون شنو القلم السحري. يعني الكتاب هذا اكو يكتبون وما يبين الكتاب، الا القلم السحري طلع الكتابه، الا بالقلم السحري تشخبط هيك على الورقه المعينه ويطلع تطلع الكتابه. هذا قديم، ايش ذكرك بيه؟ يلا ذكرنا. ماشي، نسأل البير القلم السحري. لا ما موجود. تحياتنا لك يا عدنان، تحياتنا لكل أهلنا بكركوك منورينا اليوم. تحياتي للجميع، حتى التعليقات اليوم ما أعرف إيش بيكم، مدى تفكرون زين، فكروا حللوا الكلام. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، آني كاشف المستور وأعرف شي يصير وأدري. أيضا ويانا مرحبا مدى حصلكم حمودي، والله أنا عندي رصيد بس ردوا علي. باسم العراقي منورة استمروا الجواب كذا، الياء ما أعرف الاسم، ممكن تجاوبون مدى حصلكم. مهند يعني ممكن تجاوبون مدى حصلكم، مدى أفتهم. يوسف كريم ليش ما تقرون تعليقي؟ شنو
يوسف كريم، تدري هذا التعليق الثالث أني أقرأ؟ ما حلو هذا الكلام، تحياتنا إليك. مهند العراقي، تسويها إسراء وتخليه القلم السحري؟ لا. حمودي الزويدي، والله بس ردوا تحياتنا لكم. انتظر تعليقاتكم وانتظر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا أسفل الشاشة. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، أني كاشف المستور وأعرف شي يصير وأدري. طبعا هذا الكلام المفروض أنه يسهل لكم شنو اللي بداخل البير. هذا الشيء اللي بداخل البير ما بي بلاستيك، ما بي خشب، بي حديد، وما بي أرقام ولا إلكتروني ولا يستخدم بالمطبخ. هذه كل المعلومات قدامكم حتى عفوا حتى يسهل لكم الموضوع. مرتضى رياض، تحياتي من العراق. ست مروة والكادر، شكرا يا مرتضى، تحياتنا إليك. شموسة منورة، ربي يحفظك ست مروة، شكرا جزيلا. عطلة تبوني، ما متأكد بس الجواب يمكن كذا، تحياتنا يا عطلة. حمودي، بس سهلونا الجواب، يعني قصدك نسهل لك السؤال، يعني بدنا نقول لك المعلومات اللي صارت هسه اللي أخذناها من الاتصالات وأسئلتهم. ما بي خشب، ما بي بلاستيك، ما بي أرقام، مو إلكتروني، ما يستخدم بالمطبخ، وبي حديد. بعد أكثر من هيك تسهيلات مستحيل. تحياتنا إليك. يوسف، يوسف عفوا، يوسف كريم، تحياتنا إليك. قتيبة العاني، السلام عليكم ست مروة. وعليكم السلام. عبد الله محمد منور ست مروة، شكرا. أحمد آل عامر الزيدي، تحياتنا. ويانا اتصال. تبارك، اهلا يا تبارك. الو، هلا وتبوكه. اهلا وسهلا بك ست مروة، شلونك؟ هلا حبيبتي. انا صديقه البرنامج من بدايه لحسن، انا اتصل ولا مره ربحت. اكيد اعرفك يا تبوكه، ويا ربي تربحين هالمره وتحلين السؤال. الله يخليك حبيبتي. اي تبوكه، والله يعني جاي اقول ان الحجي طبعا هو دائما، يعني دائما الحجي هو يختار ترى، ودائما الحجي يطلع يعني اسفه تطلع اجابته خاطئه. هسه يقول لي هسه الحجيه، تقول يعني بعد ما راح اخذ كلام الوالد راح اروح للحجيه. زين الحجيه شو تقول؟ تقول يعني هذا يستخدمها مثلا الطبيب؟ يستخدم الطبيب اسراء؟ لا والله هي فكرت بالسماعه، يعني مات ال لا السماعه اللي يستخدمها الطبيب يعني ما اعرف، بس انه هذا الشيء الموجود داخل البير ما يستخدمه الدكتور الطبيب. زين مثلا نغير شويه، يعني نغيرها؟ والله هو لو تغيرين، اي طبعا هو لازم تغيرين، بس انت لو تغيرين وتختارين رايك انت. انت شنو تفكرين؟ يكون مثلا المفتاح؟ المفتاح؟ اي. داعيك مخبر سري شطور بالتحري، اني كاشف المستور واعرف شو يصير وادري. نسال البير يا تبارك. يا رب اللي يطلع المفتاح. والله مبين خطا ماكو. لا ما موجود. تحياتنا لك يا تبوكه. عابد، عبد من بغداد، اهلا وسهلا. الو الو الو، مساء الخير. مساءك ورد، شلون الست؟ اهلا وسهلا وياكم عابد خيار. يا اهلا وسهلا بيك. تحياتي ليش؟ اي عابد المخرج، شكرا. نعم. جزيلا، تحيات المعده والمخرج وكل الكادر. اي عابد، نقول ان شاء الله الناظور. شنو الناظور؟ الناظور، تدري اني هم مفكره بهيك شيء، أنا مفكرة إنه الناظور، ما أعرف. يا الله. بلكي نطلع صح. نشوف البير شي يقول. لا. ما موجود. طلع خطأ، طلعنا خطأ. هيثم من ديالة، أهلا يا هيثم. أهلا هيثم. هيثم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ست مروة، أنا أقول الهوز اللي يستخدمونه بالمحطات مال بنزين. ما أعرف، نسأل البير.
انطيني الاسم مرة ثانية إجابتك. الهوز 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 أه. مثل المسدس اللي يستخدموه بالبنزين. نعم نعم. لا ما موجود. تحياتنا تحياتنا لك يا هيثم. حاولوا تفكرون وخلي نرجع للتعليقات. عبد الله محمد منور السمروه شكرا. احمد العامر الجواب كذا. سيف علي السامرائي حزوره تحير. شنو الجديد؟ اكو حزوره قلناها بالبرنامج وما تحير. لازم تفكرون. ورده البيضاء مساء الخير حبيبتي مروه، تحياتي الكادر السلامي لحيدر ملك الحزورات. تحياتنا يا ورده البيضاء. إلاف إلاف أها إلاف عيوني اتصل على الأرقام الموجودة يفصل ماكو. مصطفى حسين الجواب كذا. مهند العراقي أجر عافية مراوي شكرا. علي زهيري يمكن بيش كورونا. ليه بس كذا ليه؟ الكادر كل حي ضعس. لا مو كورونا. جنة الرضوان الجواب كذا. شوفوا هسه كل الكادر هسه ما ادري داباوع لهم تصوير مصورين. هلا وشونكم ما بيا كورونا لا تخافون. نرجسية الهواء لعد شلون نجاوب اذا ما نعرف السؤال؟ هذا كله من بدايه البرنامج واذكر السؤال ولحد الان ما سمعتي يا نرجسية الهواء. نورتي سمر وشكرا. شنو ابو كفشه؟ تحياتنا لك. أم حسام من الأنبار، أهلا يا أم حسام. هلا ست مروة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. يوم عودة منورة الشاشة لا تسألون لا تقولون خيتنا وين صارت. يعني أنا مستحيل أغيب عن البرنامج. إي صح صار لك هواية، صار لك هواية غايبة أم حسام. ست مروة والله العظيم مريضة. سلامتك ألف سلامة. الله الله يسلمك الله يسلمك وأمانة. شلونكم أخباركم كل الشباب؟ الحمد لله يعني خلف الكواليس. الحمد لله تحيات كل الكادر إليك يا أم حسام. أمانة سلمي عليهم واحد واحد. ديسم علاو لسنا. منو؟ علاو مخرجنا. ها أنا والله أنسى اسم علي تدرين أنا دائما أقول له بحري. بحري عشان يعني هم بحري. حلو أقول منو علاوي بعدين تذكرت. أي أم حسام مروة مروة حبيت أسألي سؤال قبل لا تسأليني. أنا ما لحظ بس حبيت أسلم عليكم وايد. أنا ما لحظ لا بالأسئلة ولا بالأجوبة. ما يخالف نجرب أم حسام نجرب ما خسرانة. وبس اريد اسال سؤال صغير. منو مخلي الوردايات ذني ورات؟ منو مخلي الوردايات ذني ورات؟ هذا الوردايات اللي ورات اثنين تدرين ما منتبه؟ وين الوردات؟ اي قسم الديكور اكيد إيه؟ يعني اكيد مو اني إيه؟ اكيد قسم الديكور. انت احلى من الورد اصلا حبيبتي. شكرا. شكرا ام حسام كلش ذوق. اشتاق لك والله مريوه يا عمري. مريوه هاي بالبصره يقولوها. شكرا ام حسام حبيبتي. شكرا جزيلا لاتصالك ورده. تحياتنا لام حسام المشاهده والمتابعه الدائمه لقناه الفلوجه الفضائيه. نكمل التعليقات. عبد الله العراقي مرحبا ست مروة. ابو اثير مساء الخير ست مروة ممكن تكون الاجابه كذا. مبارك البصري الجواب كذا. وليد الطيب تحياتنا لك. تحياتنا لك يا وليد الطيب. ليش بعت رقمك؟ لا فاهم الموضوع غلط. يعني مو تبعث رقمك واحنا نتصل، انت اللي تتصل بالقناه. تحياتنا لكم وننتظر تعليقاتكم اكيد. حمودي خضوري مساء الخير ست مروة. مساء الانوار. فكروا بهذه الحزورة، أكو شيء بداخل البير عليكم تعرفون شنو هو. أكو عدة أمور عرفناها من الاتصالات، أنه بداخل البير ما بي بلاستيك، ما بي خشب، ما بي أرقام، مو إلكتروني، ما يستخدم بالمطبخ، وبي حديد. تمام؟ عليكم أنه تعرفون شنو اللي بداخل البير، وبعدها أكيد تسألوني، تتصلون أول شيء تسألوني السؤالين، لا تستعجلون سؤالين وبعدها تقولون الإجابة، وإن شاء الله تطلع الإجابة صحيحة. خلينا نروح فاصل وبعدها نعود.
عودة معكم مشاهدينا الأحبة وبير وحزازير، تحياتنا لكل أحبتنا المشاهدين. أكو شي بداخل البير، خل أذكركم شنو اللي عرفناه من خلال الاتصالات. بداخل البير مو خشب ولا بلاستيك ولا بأرقام ومو إلكتروني ولا يستخدم بالمطبخ، وبحديد، بداخله حديد. شنو اللي بداخل البير؟ داعيك مخبر سري، داعيك مخبر سري، شطور بالتحري، آني كاشف المستور، أعرف شي يصير وأدري. عليكم أنه تعرفون شنو اللي بداخل البير، حاولوا تركزون على التعليقات. ممكن أنه أجوبة المتابعين بصفحتنا، صفحة قناة الفلوجة الفضائية على الفيسبوك، ممكن الإجابات تكون صحيحة. فرحان من العمارة، أهلا يا فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لك ولكل أهلنا بالعمارة. الله يخليك. الله يخليك، شكرا. أي فرحان؟ بالنسبة لي أنا أقول هذا الأذان مال الطيارات اللي تشوفه. شنو؟ هذا مال الطيارات اللي تشوف الطيارة الأذان. أها، مال السيارات. أي مال الطيارات اللي تشوف الدول. طيب نسأل البير. لا ما موجود. تحياتنا لك يا فرحان، تحياتنا لكل أهلنا بالعمارة. حمودي خضوري مساء الخير ست مروة، مساء الأنوار. نسرين ست مروة جاوبوا على الاتصال، تحياتنا يا نسرين. أيهم الفلاحي لقيت الحل. عبد الله الزيدي الجواب كذا. أبو كفشة ست مروة ممكن تغيرين السؤال، فدوى ممكن أنت تغير اسمك. تحياتنا إليك. خالد الشهلي منورة، شكرا. رسول نورتي ست مروة. عباس أدري تعليقي بكورونا ما تقرأ المقدمة، الشيء الموجود بي كذا. عباس تحياتنا إليك، ما أقدر أجاوبك على هذا السؤال، لازم تتصل وتسأل، مو التعليقات اللي يسألون. أما بالنسبة لتعليقاتك فمو بس أنت، التعليق اللي يظهر قدامي هو اللي دا أقرأ، أكو تعليقات كثيرة دا تروح من عندي. تحياتنا لك. عبد الهادي العراقي مساء الخير. بكر العباسي ليش كل أسبوع حلقة؟ شن سوي العد. زينب من النجف، أهلا يا زينب. أهلا زنوبة. أهلا، شلونك حبيبتي مروة؟ أهلا يا وردة. أخبارك؟ الحمد لله بخير. حبيبتي أسأل سؤال؟ تفضلي. الحاجة الموجودة بيها جام أو ما بيها؟ بيها جام أخضر؟ أكو زجاج أو جام؟ نعم. إسراء، نعم أو لا؟ أي أي بي؟ أي بي. والله أقول اللايت. اللايت، نسأل البير. زينب تقول اللايت. لا ما موجود. شوية وحسيت راح يقول ايه موجود. شاكر الجبوري ست مروة. شون وين رحتي؟ ما ادري شنو. هاي فاصل، راح تفاصل. ياسر العراقي تحياتنا لك، الجواب كذا. خالد الشهيلي جواب كذا. مروة جاوبوا على الاتصال. هيثم من كركوك. نعد هيثم، شبيك بحري. هيثم من كركوك، اوكي يا هيثم اهلا وسهلا. تقول هذا اللي كشفون بيه البصمات. عارف كشفون بيه البصمات؟ اللي كشفون بيه البصمات هاي المكبرة. ايش قد عمرك هيثم؟ المكبرة. ايش قد؟ صف أول. صف أول. صف أول حبيبي هيثومة. طيب قلت لي الجواب شنو؟ مكبرة. شنو الجواب هيثومة؟ مكبرة. المكبرة. نعم. طيب هيثم تحياتنا إلى، يقول المكبرة. يا رب يطلع صح. لا ما موجود.
تحياتنا لك يا هيثومة، تحياتنا لك يا وردة، يا ربي دائما نسمع صوتك الحلو يا نبي برنامجنا بيروح عزازير. شيبان الطاي أحلى شي بالاستوديو، أنت شكرا جزيلا، تسلم. خالد الجميليست، مروة عقيل وطيبة يسلمون عليش، تحياتنا لهم. عباس الصدق، تشذب ما تقرون سؤالي، تحياتنا لك. خالد الشهالي، منورة من الصدق الجواب كذا. مصطفى اسماعيل القيسي، هلا ومروش نورتوا. الشخبة تحياتنا لك يا مصطفى، تحياتنا لك يا وردة، شكرا. عباس تحياتنا لك. مصطفى حسين الجواب كذا. إذا لاحظت يا عباس كل الأجوبة اللي ذكروها بالتعليقات أو الأسئلة ما أذكرها آني، ما أذكرها لأنه الأجوبة والأسئلة السؤالين وسائل المساعدة هذه لما تتصل للمتصلين مو للمعلقين. شاكر الجبوري، ست مروة اشتاقينا ورحتي، تحياتنا إلك. قتيبة جواب كذا. خالد الشهالي من نورة، شكرا. حسين البصراوي، شوش مراوي الحمد لله. خالد الشهالي جواب كذا. حميد الركابي الجواب كذا. عبد الله العراقي، ست مروة أحلى شيء بالاستوديو، أنتي شكرا جزيلا. ويانا منو؟ أبو حمودي من الموصل، أهلا يا أبو حمودي. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصحة الأحوال؟ الحمد لله بخير. لا الحمد لله ما بيشكروا، ناس خافين من هاي. إن شاء الله. أي أبو حمودي، هاي السؤال أنا أقول الختم. الختم؟ أي الختم هو المحول هذا الختم أو لا يعني أنت احتمال تنطيني سؤالين ولا واحد؟ ما فيش أو. إيه؟ انطيني إجابة نهائية. أنا إجابتي النهائية الختم. طيب نسأل اللي. لا ما موجود. تحياتنا لك يا أبو حمودي، وتحياتنا لكل أهلنا بالموصل. رنا عباس الجواب كذا. خالد الشهالي جواب كذا. لاعب أيوب السامرائي، تحياتي ابن سامراء، تحياتنا لك يا ابن سامراء. مصطفى حسين الجواب كذا. بكر العباسي تحياتنا لك. ست مروة حصلتكم ما فتحتوا خط، هذا يفصل يا بكر، يعني السبب مو إحنا، الشبكة. يوسف كريم يقول أختي الغالية دا أتصل وما حصلكم، بس سؤال أريد. شنو؟ تحياتنا لك يا يوسف كريم. ما أعرف شو أقول لك يعني، جديات ما أعرف شو أقول لك، ما أعرف شو أقول لك يوسف كريم، تحياتنا لك. عباس زين نقدر منجاوب بالتعليقات لو بالاتصال؟ لا الجواب هو بالاتصال طبعا، انتوا راح تذكرون الاجابه بس اني ما راح اقولها يعني على الجو. رسول تحياتنا. ليث صالح الدراجي منوره. مبارك البصري اكو واجابه صحيحه بالبيت. بكر العباسي ست مروه حصلتكم ما فتحتوا خط ليش؟ يعني ما اعرف اكيد فصل يعني يا بكر، تحياتنا. مصطفى تحياتنا لك الجواب كذا. محمد الناصر ممكن تعيدين السؤال؟ تمام. ماجد العراقي تحياتنا. أبو علي ست الجواب كذا، تحياتنا لك يا أبو علي. فؤاد الرباعي ست تحياتي لحضرتك والكادر البرنامج، مساء الخير وجميع الأخوة والأخوات والمتابعين. أخوكم مهندس فؤاد الرباعي من لندن، تحياتنا لك يا مهندس فؤاد الرباعي، وتحياتنا لكل أهلنا الموجودين بلندن. خالد الشهالي الجواب كذا. ماجد العراقي شلونكم شخباركم، أهلا بك يا ماجد. مبارك البصري أكو إجابة صحيحة بالبيت أو لا؟ ما أعرف يعني جديات ما أعرف، ليش ما تصدقون أنه أنا ما أعرف شنو اللي بداخل البير. من ويانا اتصال؟ أحمد من الموصل، أهلا يا أحمد. الجواب هو المي. مي؟ المي بي حديد؟ نعم هو كاشف المستور، المي ما في غيره. تمام المي، خلينا نسأل البير. اي يا بير؟ لا ما موجود. يعني شيء اكيد لا يا احمد. حاولوا تنتبهون على الاشياء اللي اكتشفناها من خلال الاتصالات، انه شيء بيه حديد وشيء ما بيه خشب
ولا بلاستيك ولا بأرقام ولا يستخدم بالمطبخ ومو إلكتروني. تمام؟ مو إلكتروني. ويانا اتصال؟ قطع الاتصال للأسف. تحياتنا للمشاهدين اللي كانوا ويانا، إن شاء الله يحصل مرة أخرى. اللاعب أيوب السامرائي منور السمر، وش أخبار قناة الفلوجة؟ بخير، تحياتنا لك يا وردة. ماجد العراقي، الله يحفظ العراق وينصره، آمين. تحياتنا يا ماجد. خالد شهيل، الجواب كذا. قتيبة مروة، ممكن تكون الجواب كذا. ماجد العراقي، الجواب كذا. حمودي، والله دا خبركم بس ما تردون. شاكر الجبوري، تحياتنا. محمود جاسم المحمود، تحياتنا لك. أبو علي، الجواب كذا. الوفا من طبعي، منورة مروة، شكرا. طلال، مساء الورد مراوي، منورة، تحياتنا لك يا طلال. لاعب أيوب السامرائي، ألو السلام عليكم، تحياتنا لك يا أيوب. مصطفى إسماعيل، قيس هاي الحزورة ويانا لرمضان، عبالك منشولة، سلامتكم، تحياتنا لك يا مصطفى. إيه شوية مريضة. ليت صالح الدراجي، منورة. الوفا من طبعي، منورة ست مروة. عبد الله محمد، ست مروة، أنا أقول جواب كذا. أيهم الفلاحي، عندي الحل والله، حاول أنه تتصل يا أيهم إذا عندك الحل. عبد الهادي العراقي، تحياتنا إليك. ست مروة، سهل والحزورة مو بيدي. سامر من بغداد، أهلا يا سامر. مرحبا. مرحب، أهلا بك سامر. مرحبا أخت مروة، أهلا وسهلا. أهلا بك. ممكن سؤالي أنا إذا أمكن؟ أي تفضل. هذا الشيء يعني يستخدم كل بيت موجود لو يعني برا؟ مو بكل بيت موجود. مو بكل بيت موجود. زين. بمادة زئبق؟ إسراء بمادة زئبق؟ لا. نقدر نقول مقياس الاتجاهات؟ شلون؟ الاتجاهات شمال وجنوب وشرق وغرب، المقياس الباحث مال الاتجاهات يعني البوصلة قصدك؟ البوصلة. البوصلة. نسأل البير، يقول سامر من بغداد، يقول البوصلة. لا ما موجود. تحياتنا لك يا سامر، تحياتنا لكل أهلنا ببغداد. نرجع للتعليقات. برود، تحياتي من موصل، تحياتنا يا برود. مصطفى حسين، تحياتنا لك يا مصطفى. ليت صالح الدراجي، منورة. الوفا من طبعي، منورة ست، شكرا. شيبان الطائي، عن جد إسراء ذكية وذكائها خارق، بس لو أعرف منين تجيب هالألغاز. تحياتي إلها، تحياتنا يا شيبان. ليت صالح الدراجي، منورة، شكرا. ليت صالح الدراجي أيضا، تحياتنا إليك. محمد الناصر بسعيد، السؤال صار. الوفا من طبعي، منورة ست مروة. بكر العباسي، الله يحفظكم من كل مكروه، شكرا. خالد الجميلي، ست مروة، طيبة طيبة خبصتني، سلمي عليها أنت وبالشاشة. خالد الجميلي، تحياتنا إليك يا وردة، وتحياتنا الطيبة، هلو طيبة. الإعلامي جابر آل صباح، السلام عليكم، منورة البرنامج أستاذة مروة، تحياتنا لكادر قناة الفلوجة، شكرا جزيلا، تحياتنا لحضرتك. ماجد العراقي، تحياتنا إليك. رسول، نورتوا أنت والكادر، ربي يحفظكم، شكرا. ماجد العراقي، وياكم شنو مدري شنو، من الناصرية، تحياتنا إليك ولكل أهلنا بالناصرية. الوفا من طبعي، منورة ست مروة. الوفا من طبعي، منورة ست مروة، شكرا جزيلا. وعد الحديدي، منورة ست، شكرا جزيلا. ويانا اتصال أبو خالد من الأنبار، أهلا يا أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتم كلنا ساعة؟ ساعة؟ نعم. طيب نسأل البير، أبو خالد يقول الساعة. لا ما موجود. تحياتنا لك يا أبو خالد. ويانا كريم من الأنبار، أهلا يا كريم. كريمة عفوا، أهلا يا كريمة. أهلا بك. أنا مسدس. شلون؟ أنا أقول المسدس. المسدس؟ أوف. أي أي أي. طيب كريمة من الأنبار تقول المسدس. لا ما موجود. أكيد لا. تحياتنا لك يا كريمة، وتحياتنا لكل أهلنا بالأنبار.
أيضا بكر العباسي الله يحفظكم من كل مكروه لا يحرمنا منكم شكرا جزيلا. محمد حازم البكري الجواب كذا الوفا من طبعي السلام عليكم. شاكر الجبوري تحياتنا. محمد أبو موسى منورة الله يحفظك. خالد الشيلي شكرا جزيلا تحياتي إليك. وسام العبيدي تحياتي لك وكل أصدقاء البرنامج شكرا. عباس تحياتنا إليك يا عباس. الأسئلة هذه ما تقبل المعدة آني أقولها ولا تقبل أقول الجواب عبر تعليقاتكم، فحاولوا تتصلون وتقولون أنتوا الإجابة بنفسكم مو على الهواء مباشرة، عذروني. تحياتي لكم. سيف تحياتنا إليك يا سيف الهيبي منورة استمر وشكرا. ويانا علي من بغداد، أهلا يا علي. مساء الخير استمر. مساء الورد يا علي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك تسلم لي. نقول الجواب الفانوس. الفانوس مو نعم. ذكره يمكن قالوا طلع خطأ. قالوا لا طلع خطأ. فكر بشيء ثاني. يلا لا يروح الاتصال حرام. والله ما هو كان فادي الفانوس لو لا لا يعني كان طيب. حديد وزجاج فيه هذا اقرب شيء للاجابه. طيب تحياتنا لك يا علي، تحياتنا لكل اهلنا ببغداد شكرا جزيلا. نرجع للتعليقات. خالد الجواب كذا. محمد حازم البكري الجواب كذا. تحياتنا يا محمد. خالد الجميلي تحياتنا لك. انس عدنان اني مشتاق طالب. علي فزت بذاك الأسبوع إن شاء الله يخابروك يا أنس. تحياتنا إلك يا وردة. مو بس أنت، لازم تكون مجموعة، يصير مجموعة عندنا من الفائزين وكلكم راح تبعث لكم الإدارة جوائزكم. أبو مصطفى العباسي تحية طيبة من أهل سامراء استثمر وشكرا جزيلا. تحية كبيرة لكل أهلنا بسامراء. محمد أبو موسى منورة. ليت صالح دراجي تحياتنا. فالح محمد مرحبا استمروة. محمد أبو موسى من الشعلة تحياتنا. فراس محمد ممكن تعيدين السؤال. كريمة سهيل الزبيد تحياتنا. الكادر وست مروة من ديالة تحياتنا يا كريمة. خالد الشهيلي تحياتنا إلك. فالح محمد تحياتنا إلك. أحمد الطيب أختي العزيزة ومحترمة مروة أنا تصل السبب فات أو السبت تحياتنا إلك يا أحمد الطيب. وصلنا صوتك للإدارة وإن شاء الله يتصلون بيك. محمد أبو موسى منورة ابن الشعلة تحياتنا ابن الشعلة. نسرين والله تعبتش قد ما أخابر تحياتنا. صدام الدليمي تحياتنا إلك. تبارك هلا مروش. سيف هاي حزورة الهضيم. وعدل حديد الجواب كذا. خالد عيد السؤال. وليد الجبور منورة شكرا أنا مو دكتورة تحياتنا. أيوب السمراء تحياتي من سمراء. مصطفى اسماعيل قيسي تحياتنا إليك شكرا على الكلمات الجميلة بس مو وقت شعر. داز الشعر. تحياتنا إليك يا وردة شكرا جزيلا. حامد حاتم تحياتي لكم استمر والغالية. محمد أبو موسى الله يحفظك شكرا. برود استمر والجواب كذا. فالح محمد شلونك ست إسراء. عفوا. فراس محمد ممكن تعيدين السؤال. ماشي هواية تعليقات ممكن نعيد السؤال. أكو شيء بداخل البير المفروض تعرفون شنو اللي بداخل البير من خلال هاي الكلمات اللي راح أذكرها. من خلال هاي الكلمات اللي أذكرها. داعيك مخبر سري. داعيك مخبر سري. شطور بالتحري. أني كاشف المستور وأعرف شي يصير وأدري. تمام تحياتنا لكم. أيضا مبارك البصري منورة استمر وشكرا. محمد أحمد السلام عليكم شلونك أخبار أستاذة مروة الجواب كذا. وعد الحديد الجواب كذا. أحمد الطيب تحياتنا إلك. حمودي العلي تحياتي الشوردة. محمد أبو موسى منورة شكرا. حمودي العلي تحياتنا. محمد الشهاب تحياتنا. خادي الشهيلي من ديالة تحياتي. تحياتنا إلك ولكل أهلنا بديالة. محمد الشهاب شلون الحزورة هالسعدتها. حمودي قال علي برنامج كلش حلو شكرا جزيلا. حمودي شمري مساء الخير. حسين البصراوي مراوي ليش البرنامج مو يومية. تحياتنا لك يا حسين. محمد الشاب شنو الحزورة. خادي شهالي من بلد روز تحياتي لكم. حمودي قال علي جواب كذا.
محمود جاسم دق عليكم مدى لو ما يصير شنو من رقم خدمة لو ما يصير. تحياتنا لك مفتمت يا محمود. أنس عدنان تحياتنا لك. أم توتة مساء الخير عليكم للمدائن مساء الورد. محمد أبو موسى منورة شكرا. محمد الرامي من القائم تحياتي. حمودي آل علي السلام عليكم. حمودي شمري شكرا جزيلا. عباس رح نطلع مظاهرات على معدة البرنامج. تحياتنا لك يا عباس. تحيات إسراء لكم. حمودي آل علي الله يحفظكم. ستمروة خادة شالي لكم منا من الديالة الورتقال تحياتنا لك. وليد الجبور منورين ربي يحفظكم. حمودي آل علي تحياتي لكم. ستمروة عباس إذا ما حد جاوب لمن تروح الهدية ومنه راح يدخل القرعة؟ عباس راح يدخل القرعة كل شخص اتصل بينا حتى الأشخاص اللي اتصلوا وانقطع الاتصال وياهم وما ظهروا ويانا على الهواء. تحياتنا لك يا عباس. خالد ستار استمر وموجود بالبيت لو لا قلنا احنا ذكرنا مو يعني مو كل بيت موجود بيه. عادل الشمري تحياتنا. حمودي العلي تحياتنا. ماجد العراقي الله يحفظك ويحفظ العراق. ايضا مصطفى نورة استمر وشكرا. عادل الشمري تحياتنا. خالد الشهلي تحياتنا. جواد الشهلي تحياتنا إليك. حمودي آل علي ربي يحفظكم. أم توتة تحياتنا. وطبعا للأسف ماكو أي شخص يعني قاربنا على نهاية البرنامج وماكو أي شخص جاوب على سؤالنا. لهذا حزورتنا راح نحلها إحنا. حزورتنا احنا نحلها. لكن طبعا كل شخص اتصل راح يدخل ويانا للقرعة اللي راح نجريها الان. شكرا جزيلا شاكر. نجري القرعة. كل الاشخاص اللي اتصلوا حتى اللي انقطع الاتصال وياهم وما ظهروا ويانا على الهواء دخلوا ويانا للقرعة. أحمد من السليمانية بس الرقم. أحمد من السليمانية. ألف ألف مبارك يا أحمد. فزت ويانا بجائزة مالية مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية. تحياتنا لك يا أحمد. هسه علينا نعرف شنو اللي بداخل البير. اي والله صح. داعيك مخبر سري. عفوا داعيك مخبر سري شطور بالتحري. انا كاشف المستور زين اعرف شي يصير وادري. بالله خلي اشوف عيني زينه اقدر اقراها. لا ما اقدر اقراها. طبعا هاي مو طلقه. هاي عين سحريه تكون بالباب. عين سحرية تكون بالباب. ألف ألف مبارك يا أحمد فاز ويانا بالقرعة. بس إحنا اللي حلينا لغزنا لهذا اليوم. الأسبوع المقبل راح نكون وياكم بحلقة جديدة ولغز جديد.